السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواننا حالين في جميع أنحاء العالم وفي الوطن العربي وفي اليمن خاصة. أرحب بكم أجمل ترحيب في قناتكم قناة الجبل والنحل القناة التعليمية. موضوع النوزيمة موضوع هام جدا جدا جدا، فأرجو عدم تجاهل ذلك. موضوع النوزيمة إذا أصاب النحل يسبب اختفاء النحل تدريجيا، لأن النحلة تذهب إلى المرعى ولا تعود إلى الخلية، لذلك ينتج عن ذلك هلاك الخلية أو انتهاء الخلية بدون ما يلاحظ أخونا النحال موت أو زحف تحت الخلية. موضوع النوزيمة يجب تداركه من البداية من خلال المكافحة والاطلاع والمتابعة. لدينا محاضرة قيمة جدا حول طرق الوقاية وطرق العلاج وكيف نعرف أن هناك نوزيمة. محاضرة قيمة للأستاذ الفاضل الأستاذ أبو مازن الأهنومي من اليمن، فكونوا معنا. النوزيمة مرض يصيب النحل. النوزيمة عبارة عن كان يصنفها سابقا بأنها بكتيريا، ثم صنفت مؤخرا ويعني في بعض الأبحاث المتأخرة أنها عبارة عن فطريات، أبواغ من الفطريات تتكاثر في معدة النحلة، تكون على في البداية في شكل سبورات، والسبورات هي مثل البذور، مثل البذور يعني إذا الحبوب عندما تزرع تبدأ برش البذور على الأرض فتنمو الشعير، ينمو البر، ينمو الذرة، تنمو. فالسبورات، سبورات النوزيمة هي عبارة عن البذور التي تنشأ منها هذه الأبواغ الفطرية التي تنشأ في داخل المعي الأوسط للنحلة. هذا النوع، هذا النوزيمة نوعين، في نوزيمة أبس وفي نوزيمة سيرانا. النوزيمة أبس تسبب للنحل ضعف وهزال، وتسبب أيضا إسهالات تحصل عند النحل، من العلامات أني تحصل عند النحل إسهالات، فتجد أن النحل يتبرز على بوابة الخلية، على لوحة الطيران أو على قمم الإطارات أو على جدران، إذا تستف حالة المشكلة على جدران الخلايا أحيانا تجد براز أصفر من يخرج من النحل. كذلك ممكن إذا مسكت نحلة وضغطت عليها تجد أنه يخرج منها بعض البراز الذي يحمل ريحة، يكون ريحته شنيعة، ريحة قوية جيفة. فهذه النوزيمة تسمى نوزيمة أبس، تظهر النحل تراه يزحف على الأرض، ما يستطيع الطيران. هذه العلامات تظهر، إذا ظهرت قد يكون عند النحل نوزيمة أبس. فيه نوع آخر هو النوزيمة سيرانا، تنشط الأبواغ، وهي أبواغ تختلف عن أبواغ نوزيمة أبس، تنشط في معدة النحلة وتفتك بالنحل فتكا، يعني النحل السارح والكبير في العمر يذهب إلى المرعى ولا يستطيع أن يعود، يموت في المرعى. فتجد أن العلامة الوحيدة والملاحظة فيها أنه الخلايا تنهار بشكل سريع جدا، وأنت ما بتشوف موت لا تحت الخلايا ولا داخل الخلايا. أين بيروح النحل؟ وين بيصير النحل؟ بيذهب إلى المرعى ويهلك في المرعى وينتهي. أيضا من علامات هذه النوزيمة سيرانا أن النحل يموت في المساقي، في مساقي الماء أو في مساقي التغذية السكرية، تجد النحل ينتفخ بطنه ويموت مكانه، مع يستريطير ولا يرجع إلى خليته. هذا خلاصة فقط لما يسمى بالنوزيمة أو مرض النوزيمة في النحل. ثانيا المضاد الحيوي، نعم، الفلازول هو يحتوي على مترونيدازول. المضاد الحيوي في النحل يقتل البكتيريا النافعة والضارة، ولذلك يستحسن أو يجب وجوبا أن يتجنب استخدامه على النحل إلا في الحالات الطارئة والطارئة جدا. مثلا أنا جاتني أمراض أو جاتني نوزيمة أو إسهالات أو مشاكل أو تلبكات معوية أو كذا أو كذا، واستخدمت
أبدأ بالأعشاب. استخدمت الأعشاب، استخدمت البابونج، استخدمت ماء البصل، استخدمت الثوم والليمون، استخدمت الصبار. ما كانت النتيجة ما مش مرضية، أو ما استطاع يدحر المرض بسرعة، أو ما نفعش بشكل كامل، والمرض استفحل عندي واشتد الموت. في هذه الحالة ممكن نلجأ إلى المضاد الحيوي، ممكن نلجأ إلى المضاد الحيوي، ممكن نستخدم الفلازول، ممكن نستخدم شراب الأطفال اللي هو الفلاجيل، يحتوي على نفس المادة. كذلك نستخدمه أو لكن يشترط إذا استخدمت المضاد الحيوي عند الاضطرار الشديد، بعده مباشرة بعد ما يتحسن النحم تستخدم رافعات المناعة مباشرة، وتستخدم أيضا البكتيريا النافعة اللي هو بكتيريا حمض اللاكتيك الذي حضرناها. تحضر لك حمض اللاكتيك، بكتيريا حمض اللاكتيك، وتضيفه إلى التغذية السكرية، أو ترش على النحل مباشرة. بعد ما تضيفه على، تضيف أي كمية، هذا إن زاد أو نقص ما يضر. تضيف 50 مثلا غرام، 50 ملي على اللتر المحلول السكري، أضيف 100، أضيف 50، أضيف قصدي 150 ملي، ورش النحل لكي يعوض النحل جزء من البكتيريا حمض اللاكتيك، وهي جزء من البكتيريا النافعة في معدة النحلة، لأن المضاد الحيوي سيكون قضى على المرض البكتيريا الممرضة، وقضى على أيضا البكتيريا النافعة، أو على جزء كبير من البكتيريا النافعة، فنعوضه ببكتيريا حمض اللاكتيك، وهي ستتكاثر تلقائيا في معدة النحل. وأيضا سيأخذ النحل، إذا توفرت المراعي، سيأخذ بقية أنواع البكتيريا من المراعي ويتحسن. أما نستخدم المضاد الحيوي ونترك النحل، سيتأخر تحسنه، يعني هو سيتحسن المرض، سنشاهد أنه توقف المرض، توقف الموت، لكنه سيعاني من الإجهاد الشديد، وسيعاني من الضعف والهزال، ويكون عمره قصير، ويموت بسرعة، وإذا لم يكن هناك تعاقب أجيال يحصل فجوة بين الأجيال العمرية وتحصل مشاكل. هذه مشاكل استخدامات المضاد الحيوي. الوقاية تكون بالنظافة، تنظيف الأواني، السقي أواني الماء، أواني أدوات النحال، لبس النحال، كل شيء لازم يكون نظيف من أجل لا تنقل العدوى. فعندما تكون هناك خلية مصابة قد تنتقل العدوى في كل المنحل، فالنظافة من أهم أسباب الوقاية. وأيضا استخدام رافعات المناعة بشكل مستمر من أسباب الوقاية، استخدام الأعشاب أيضا من العلاجات. إذا حصلت الإصابة، المنقوع البابونج أو زيت البابونج أيضا مفيد في قتل أبواغ النزيمة أو تثبيطها. كذلك الأحماض مثل حمض الخل جيد في تطهير معدة النحلة وتثبيط الأبواغ. كذلك أيضا ماء البصل، من أروع ما يكون ماء البصل، وليس عصير البصل. البصل نفسه هي تمزه ويخرج منه ماء، هذا الماء بالذات إذا أضفناه إلى التغذية السكرية أيضا يعمل مفعول في قتل وتثبيط هذه الفطريات. كذلك أيضا يستخدم الصبار ممتاز، وقد نبهت إلى أنه ممكن استخدام الصبار في علاج النحل من النزيمة بعد التخلص من مادة اللاتكس، مهم، سواء كعصير، ونضيف 5 ملي من عصير الصبار إلى التغذية السكرية، أو لكل لتر تغذية سكرية، أو
شرائح ونشبعها بالسكر. عندما نعمل الشرائح نقطع الشرائح شريحة ونخليها مائلة في إناء لمدة نصف ساعة، ستخرج مادة صفراء. هذه المادة الصفراء تقطر منها، هذه المادة الصفراء هي مادة اللاتكس الضارة، قد تضر قليلا حتى في الإنسان، تسبب له مغص شديد وتسبب له تبلبكات معوية. فبعد ذلك تأخذ اللب وتعصره أو تشبع بالسكر وتعطيه للنحل. كذلك أيضا استخدام الثيمول، الثيمول استخداما مع التغذية السكرية يثبط أبواغ النزيمة ويجعلها تحوصل ولا يظهر المرض في النحل. وإن كانت مصابة النحل، إن كان مصاب النحل، لكن تبقى أبواغ النزيمة متحوصلة وما فيهاش ضرر على النحل. استخدام أيضا حماية النحل، حماية الخلايا من البرد والرطوبة، لأن البرد والرطوبة من أهم الحالات التي تتكاثر فيها هذه الأبواق. هذا ما يحضرني الآن، والله أعلم.